المشاهد عين ولادي كلام عايزين يقول يا محرام مراتي قالت 6 سنين شعبيات وفشل علشان مين انا ضيعت عمري وشباب وفي الاخر شايلة يعني ما تبكيش على الناس اللي ماتوا وبكي على ابطال جوا السجون حصريا ارباح طن وفي سجان وابن الاصول دايما متان والعوين والخسيس دايما يدوسوا عالغلبان وانت يا قاضي حكمت عليا ولبست زور انا كام قضية واللي باني ورماني في ضيقة عايش حياته مية مية يا سجان خليك حليم يا ما في السجون مظاليم عشان حياة قاسية مرة ربك بس بهم عليم كل شهر ليا زيارة بشوف اهلي من النضارة وابص لهم وهي بتبكي واقول عالدنيا يا خسارة قريت في عين ولادي كلام عايزين يقول يا بحرام في غيابك طال علينا الليل والدنيا قست والايام في يوم نازل جلسة وفرحان وبايدي ساند على القضبان يلا يا قاضي قول حكمك في البرا جايلك عشمان حكم وحكمه 6 سنين ومراتي وعيالي كانوا قاعدين سمعوا الحكم من القاضي ساعتها كلامه كان سكاكين امي وقعت من طولها ولادي فضلوا يدعولها والعسلة بنت الاصول بعتني في لحظة دي الاصول مراتي قالت 6 سنين يدعوا من عمري علشان مين انا ضيعت عمري وشباب وفي الاخر شايلة الطين سابتني والعشرة هانت وشريكة عمري انا سخانت شافت غيري وحنت ليه والحقيقة خلاص بان من كتر الحوجة نست المال ولادي مشيوا في سكة شمال ماما لقوش حضن حنين يقول حلال ده ولا حرام كل يوم هم يزيد واعمل ايه مفيش جديد نفسي بس اشوف الشارع هو ده حلمي الوحيد كل يوم هم يزيد واعمل ايه مفيش جديد نفسي بس اشوف الشارع هو ده حلمي الوحيد المعسرة وغنى وقال الاصيل والايراني كلامهم موجود في الحال المشاكس في التوزيع حد جامد او فظيع استديو مصر في العالمية اسمعوا معانا احلى اغنية كينج اوف ذا ميوزك حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم